عندي كومباوند كبير جدا بينشأ في اول شارع التسعين. هم سموه واحد شارع التسعين. تخيل بقى لما المونوريل ده ينزل كده وكله مكتوب على المحطه واحد شارع التسعين، وكل اللي رايح واللي جاي شايف ان ده واحد شارع التسعين. واحد شارع التسعين ده هو الاسم الكومباوند اللي موجود. لما انا اسمي المحطه باسم الكومباوند يتبرعوا يدفعوا ثمن المحطه 6 مليون يورو. 6 مليون يورو بشكرهم على الهواء، 6 مليون يورو صح خدنا منهم مليون والباقي بالتقسيط مش مشكله، ولكن 6 مليون يورو من تكلفه المحطه. هي فكرة طبعا يعني ليست بجديدة وطرحت من قبل في مصر، وهي في رأيي فكرة كانت تحتاج إلى الحوار المجتمعي بشكل أكبر، وكذلك إلى يعني مناقشات برلمانية موسعة. البرلمان كما تعلمون الآن في إجازة، كان يجب أن يعني يدرسها النواب ويدرسها خبراء الاقتصاد وتطرح على الحوار المجتمعي بشكل كبير، حتى لا يكون يعني تحت عنوان أن من معه أموال يستطيع أن يسمي أي مرفق أو أي مرفق في الجمهورية باسمه، لأنها بذلك سوف تزيد من الحزازيات الاجتماعية.